الحقيقة المشاركة كانت كثير مهمة بهذا المنتدى، لأنه نحن بحاجة أنه نسلط الضوء على الإعلام، لأنه هو اللي عم ينظم حياتنا بالفترة الأخيرة. طبعاً نحن كدراما كمان إنه كثير أهمية بهذا الموضوع، لأنه نحن عم ندخل على كل بيت كمان مثل الإعلام، ولكن منقدم المواضيع بطريقة مبطنة وغير مباشرة. كثير مهم انه نحكي هلا عن هذا الموضوع الانساني، لانه نحن بشر بالاخير وبحاجه انه نطرح هذا الموضوع، لانه كثير عم ياثر على حياتنا الاشياء السلبيه اللي عم نشوفها وعم تدمر مجتمعاتنا من دون ما نحس. فالنقاط اللي انطرحت بهذا المنتدى كثير اثرت، وخصوصا انه نحن عم نحكي بكل الوطن العربي من المحيط الى الخليج، فكل واحد عنده فكرته وكل انسان عنده خبرته وثقافته من بلد الى بلد فبتختلف. طبعا هذا كلياته اطراء لنا لحتى نعرف كيف نتجه، ونحن كدراما كيف نطرح هاي المواضيع وانه توصل الى كل الوطن العربي بكل الثقافات بشكل اسهل اكثر.